السلام عليكم. الفيديو ده هقول لك ازاي تقدر تنشأ انيميشن او بتعمل صناعة انيميشن تقدر تقدمها محتوى على اليوتيوب او منصات التواصل الاجتماعي. معروف ان محتوى الانيميشن ده من اكتر المحتويات ربحا على الانترنت. مش هطول عليك وقت الفيديو، بس ما تنساش لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نخش كده على الموقع الذكاء الاصطناعي. ازاي تقدر تعمل انيميشن بالذكاء الاصطناعي او بتجيب صور متحركه هو بيقدمها لك وتقدر انت تحركها. انت مش محتاج رسامين ولا محتاج اي حد، كل عليك بتزور الرابط اللي موجود في التعليقات او الوصف، بعد كده بتضغط على ميك انيميشنز بعد ما تفتح الموقع ده اون يوتيوب او فور يوتيوب. تمام، ضغطه واحده كده وبتنتظر شويه لحد ما يفتح لك الصفحه اللي قدامك دي. دي الشخصيات اللي انت تقدر تستخدمها براحتك جدا، دي شخصيات انيميشن هو الذكاء الاصطناعي بيقدر يقدمها لك. تمام، وفي حاجه اسمها عندك هنا الباك جراوند، الباك جراوند دي اللي هي الخلفيات اللي تقدر تغيرها، وكمان عندك السايز اللي هو حجم الصوره بتاعتك، وفي كمان اختيارات عندك هنا لو انت عايزها للانستجرام او فيسبوك او اليوتيوب او لينكد ان او تيك توك او سناب شات وغيره وغيره. مثلا انا هختار عندي هنا على اليوتيوب وبختار اللي هو 16 على 9 اللي هو 1920 في 1080، ولو جيت تختار الفيسبوك هيخيرك بين برضو الخاصية دي، وعندك هنا في خاصية عندك الاستراحات عندك اللي هي 9 على 16 بجودة 7720 في 1280، ده الطول والعرض للاستوري على اليوتيوب، عفوا الاستوري على الفيسبوك. دلوقتي انا هختار معاكم اليوتيوب هنا واختار زي ما انت شايف دي المقاس ده، بعد كده بختار هنا الباك جراوند، بخلي مثلا الباك جراوند بالشكل ده كده اللي هو ليفنج روم اللي هي غرفه المعيشه. والشخصيات هنا بتختار اي شخصيه انت عاوزها عندك، الشخصيه اللي تعجبك ضيفها، يعني مش شرط انك تختار حاجه معينه، الشخصيه اللي تعجبك. يعني مثلا انا هختار الشخصيه دي. تمام، طيب ازاي بقى اخليها تتكلم؟ يعني انا عايز الصوره دي اخليها تتكلم، سواء بتتكلم بالصوت بتاعي او بتتكلم بشكل كتابي، بس هو بيقدم لك هنا بشكل صوتي. ممكن تختار مثلا، بما ان انا يعني ولد اختار الشخصيه دي. تمام، بعد كده بتختار العلامه دي اللي هو تحسين الصوت، بيحسن الصوت عن طريق الذكاء الاصطناعي. انت مش عاوز يحسن الصوت مفيش مشاكل، لو انت مسجل صوت خارجي بتضغط هنا اللي هو تشوز ان اوديو فايل، ضغطة واحدة كده منها وبيحولك على طول على الكمبيوتر وتحمل الصوت اللي انت مسجله. لو انت مش مسجل بتضغط على ريكورد هنا وبيبدأ يقول لك سماح بفتح المايك بتاعك، بتديله هنا سماح وبيعد 3 2 1 وبيبدأ يسجل صوتي كويس زي ما انت شايف كده قدامك في الشاشة كده، هو عمال بيسجل الصوت بتاعي. تمام، بعد كده بقول له هنا ضم وبتنتظر بس كده شوية لحد ما يتم تفعيل أو بيتم ترتيب عندك الصوت. بقولك هنا بيبدأ يضيف هنا الخلفية وبيبدأ يضيف المقاس وبيبدأ يضيف الصوت والصورة زي ما انت شايف كده. الصورة هتنزل لك من غير ووتر مارك أو تنزل لك من غير إعلانات، بحيث إن هي تكون جودتها ممتازة جدا، وتلاقيها يعني الذكاء الاصطناعي كده بيصمم لك الحاجة احترافية، بحيث ان المشاهد لما يجي يشوف الحاجة دي ما يحسش ان هي مرسومة، ما يحسش ان هي مملة جدا. هنشوف كده مع بعض، هو بيقول لك انتظار كده وبكده عمال يعد الفيديو، وصل معانا في 100% وقال لك كده فينش اب. دلوقتي لو جيت تشغل الفيديو كده وبيبدأ يسجل صوتي كويس زي ما انت شايف كده قدامك في الشاشة كده، هو عمال بيسجل الصوت بتاعي. تمام، بعد كده بقول له هنا تمام، بعد كده انت بتضغط على كلمه داونلود علشان تبدا تنزل على الجهاز عندك، وبعد ما تيجي تنزل على الجهاز يبقى انت كده عملت محتوى انيميشن. تقدر بقى تضيف كذا مقطع براحتك، يعني كذا مقطع براحتك جدا انت ممكن تضيفه وترفعه عندك على اليوتيوب، وبالتالي انت هتلاقي برضه مشاهدات. لو انت مش عايز تظهر بنفسك بشخصيتك بصورتك ممكن تعمل الانيميشن ده، وهتلاقي رابط الموقع موجود في التعليقات والوصف. دلوقتي انا كده شرحت لك ازاي تقدر تعمل انيميشن لليوتيوب عن طريق الذكاء الاصطناعي، والفيديو اللي فات انا قلت لك ازاي تقدر تحقق ال 4000 ساعه وال 1000 مشترك و 90 مليون مشاهده في خلال 90 يوم او 60 يوم لليوتيوب اللي هي شروط اليوتيوب، تقدر تشوفها نجحت مع ناس كتير قوي. لو احتجت اي حاجه تقدر تتواصل معايا في الكومنتات او التعليقات، يا ريت كده ما تنسانيش بلايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في حلقة جديدة ومع السلامة.